أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا وروابط أخبار اليوم. النهاردة هنقدم أكلة جديدة من مطبخنا, مطبخ هناء العموري, إن شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولنا رأيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الممبار, الممبار المحشي, الممبار المصري بتاعنا. هنحشيه النهاردة بالخلطة بتاعتنا المعروفة اللي ستات كتير مننا بيحبوا يعملوها على سفرتهم. ونقول مكوناتنا النهاردة للممبار. عندنا ممبار متنظف, ده ممبار متنظف ومحصول كويس زي ما احنا شايفين, تمام. وعندنا رز, كوبايتين رز, وعندنا بصل مبشور ناعم او متخرط ناعم, وعندنا خضرة اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة, وعندنا طماطم, صلصة طماطم وصلصة عادية, والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وقرفة. الممبار زي ما احنا شايفين متنظف ومغسول, وبيتقطع قطع بالحجم دوت, بنقطعه كده لو هو طويل بنقطعه قطع الحجم دوت. هنبتدي الاول بالرز بتاعنا. بنحط الرز, احنا الممبار مش بنسبك له الخلطة بتاعته. في ناس تحب تسبك الخلطة والمقادير بتاعته على النار, انما احنا هنعمله ني في ني كعادة ناس كتير بتعمله بالطريقة دي. هنبتدي نحط دول كوبايتين رز, هنحط عليهم 3 معالق بصل مبشور ناعم, معلقة تقريبا كده, 3 معالق بصل يبقوا مليانين, تمام. حطينا البصل, هنحط الخضرة بتاعتنا اللي هي البقدونس والكزبرة والشبت. اللي عايز يزود خضرة يزود, لان الممبار بيحب الخضرة الكتير. هنحط طماطم, هنحط طماطم, الطماطم ديت مضروبة في الخلاط ومحطوطة على النار لغاية ما تقلت بقت بالتقل دوت. يفضل ما نحطش قطع طماطم ولا طماطم نية, يعني مضروبة شوية في الخلاط وتحطيها, لا حطيها على النار شوية, لان انت لو حطيتي الطماطم ضربتيها في الخلاط او قطعتيها قطع وحطيتيها نية ممكن ما تساعدكيش انها تخش في الممبار بسهولة وينزل بسهولة, الخلطة ما تنزلش بسهولة في الممبار. الطماطم, الصلصة الطماطم اللي هي العلب, هنبتدي نحط حوالي 3 معالق برضو او 4. احنا عايزين الخلطة بتاعتنا تبقى غنية. هنحط بقى البهارات بتاعتنا, رشة قرفة صغيرة خالص, ومعلقة كمون صغيرة مليانة. الكمون ده اساسي في الممبار, بيخلي ريحته حلوة قوي. و كل كوباية رز تاخد معلقة مليانة ملح, هما كوبايتين يبقى كده معلقتين مليانين, معلقة صغيرة ملح, تمام. الفلفل بقى الاسود بتاعنا حسب الرغبة, يعني انت تحبي الفلفل بقى كتير قليل زي ما تحبي اهو. خلاص كده ناقص حاجة واحدة, الزيت. يبقى نقول تاني كده, حطينا كوبايتين رز, 3 معالق فلفل, 3 معالق بصل مبشور, رشة من الخضرة الكزبرة والشبت والبقدونس, وكوباية طماطم معصورة, والطماطم مطحونة في الخلاط ومعصورة ومتسبكة شوية على النار عشان تبقى تقيلة, وحوالي 4 معالق صلصة علب, ومعلقة كمون, ورشة قرفة صغيرة, وملح وفلفل حسب الرغبة. هو عامة كوباية الرز بتاخد معلقة صغيرة ملح. خلاص كده حطينا المكونات كلها على بعضها, هنبتدي نقلب الخلطة بتاعة الممبار.
المفروض دلوقتي الخلطه تبقى معانا مش ناشفه، احنا مش عايزين الخلطه ناشفه. لو الخلطه ناشفه مش هتساعدنا انها تخش الممبار وتنزل بسهوله، هتلاقيها بتقف ومش عايزه تنزل. فدلوقتي الخلطه قدامنا دي تعتبر ناشفه، ايه الحل معاها؟ ان احنا نزودها شويه ميه. حطينا الميه هتبتدي الخلطه معانا تطرى وتبقى ناعمه كده، لما تطرى وما تبقاش ناشفه هتنزل في الممبار، يعني زي ما بيقولوا هتتزحلق بسرعه في الممبار. اهي هنحط ميه تاني عشان برضو هي تعتبر ناشفه شويه. على فكره الميه ديت ما تخافيش منها خالص، الميه ديت بالعكس بتخلي الرزه جوه الممبار ما تنشفش وتبقى ملكوم، بتخلي الرز طري من جوه الممبار وما يبقاش ناشف ومدكوك. تمام كده، ادي الخلطه بتاعه الممبار جاهزه معانا. الخطوه اللي بعد كده ان احنا بقى نشمر ايدينا كده ونبتدي نحشي الممبار بتاعنا اللي احنا مقطعينه قطع بالشكل ده. هنمسكها كده ونبتدي بقى بايدينا نحشي، بنمسكها كده بالشكل ده ونبتدي نحشي الممبار بتاعنا كده. شايفين الخلطه ازاي؟ بصوا مهما تزقوها بتجري علشان احنا طرينا الخلطه ما خليناهاش ناشفه. قطع الطماطم احيانا بتنشف الخلطه، في ناس ما بتحطش صلصه ولا ميه، تحط كله ناشف في ناشف، قطع طماطم قطع بصل الخضره كمان بتنشف. لكن لما تعصري الطماطم كويس او تضربيها في الخلاط كويس وتحطيها على النار تتسبك تتقل من غير زيت من غير اي حاجه، تتقل معاكي شويه وتحطي الصلصه والميه لغايه ما الخلطه تبقى شايفه ازاي عامله، يعني طريه جدا وبتنزل في الممبار بكل سهوله. الممبار ده اكله محبوبه جدا لناس كتير، كتير بيحبوها قوي وبيستصعبوا يعملوها، كتير منهم بيتقطع الممبار مش عايز ينزل ويحاولوا يدخلوها بعصاية او بقمع او انما زي ما احنا شايفين كده ادي الممبار بكل سهوله اتحشى معانا غير اي صعوبه. احنا بنعمل فرق كده، احنا عايزين نقصه دلوقتي، بنعمل فرق كده ونقصه. طيب دلوقتي احنا لازم حركه مهمه قوي مهمه قوي قبل ما نحطه في الميه المسلوقه بتاعته، ان نحاول نفضي الجناب ديت ما يبقاش فيها رز كده، يبقى مش محشيه لغايه اخره، الاطراف ديت تبقى فاضيه وما فيهاش رز، علشان لما هتسقطيه في ميه سخنه الرز ده هيبتدي يتمدد ويطلع من الجناب. مش عايزين رز كتير يطلع في حله السليق ويبقى حله السليق مليانه رز كتير ونهدر من الرز اللي احنا حشينا بيه الممبار. فبالطريقه دي قفلناه من الجنبين كده وبنسقطه في ميه سخنه. الميه طبعا ديت مغليه والمفروض هنتبلها دلوقتي. ادي الممبار زي ما احنا شايفين اهو من الجنبين ومحشي اهو بطريقه بسيطه. احنا هنكتفي بالكميه ديت علشان نشوف دلوقتي هنتبل الممبار اللي حطيناه في السليق، هنتبل دلوقتي الشوربه دي، هنتبلها بشوية ملح وشوية قرفة برضو صغيرين. جربي القرفة مع الممبار هتلاقيها فرقة كتير جدا، وشوية كمون ورشة فلفل اسود. تمام احنا كده هوت حطينا الممبار يتسلق وبنغطي عليه وبنسيبه يستوي في الشوربه اللي حطينا لها ملح وفلفل وكمون ورشه قرفه صغيره جدا، بنسيبه يكمل سواه تماما. وبعد ما بيستوي بنطلعه بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، شايفين الخضره ازاي باينه من جوه واللون الصلصه باين وكانه متحمر. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنحمره في زيت غزير ونطلعه ونقدمه عشان نشوف شكله هيبقى ايه. دلوقتي الممبار دوت اتسلق، هنحطه في الزيت، زيت سخن وحامي
علشان نحمره. وده شكل الممبار بتاعنا بعد ما خد الوش البني بتاعه في الزيت بعد ما اتحمر. هنبتدي نرصه في طبقنا، طبق التقديم بتاعنا. تمام، ونرش عليه شوية ملح وشوية فلفل اسود، واللي بيحب الشطة ممكن يحط شطة، وكمان رشة كمون. وده طبق الممبار بتاعنا على سفرتنا في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا.